إخوتي وزملائي الأطباء والطواقم الصحية، لقد آثر السيد الرئيس أن ينتقل إلى أطر قطاع الصحة في سابقة من نوعها ليرسل وهو يخاطبهم إلى المواطنين رسالة مفادها أن صحتهم أولوية بالنسبة له، وأن تطوير المنظومة الصحية ركن أساسي في برنامجه الانتخابي. وهنا استسمحكم زملائي الأعزاء لأعترف أمامكم وأمام الجميع أني لست أولى الأطباء بالتحدث باسمكم ولا الخطاب نيابة عنكم. أما وقد شرفتموني بهذا المقام فإن الجهد جهدكم والفكرة فكرتكم، سهرتم على إنضاجها وتناديتم إلى وضعها في أبهى حلة بين يدي مرشحكم، نسيتم نقاباتكم وهجرتم أجهزتكم وعملكم لتنصهروا في جسم واحد حباً لموريتانيا وحرصاً على صحة المواطنين وأملاً في الرفع من مستوى منظومتكم الصحية وتقديم خدمة صحية لائقة للمواطن بالتعاون مع المترشح السيد الرئيس محمد والشيخ محمد أحمد والغزوان. أنا بصراحة أعتز كثيراً بأن أكون كمرشح ضمن اهتمام هذه الفئة من نخبتنا الوطنية. هذه الفئة فئة الأطباء، والأطباء هون عيني على بمواصفاتهم كاملين وبمستوياتهم كاملين، وقطاع الصحة لا شك على أني ما نقدر ندعى على أني أنا وحدي هو اللي مهتم بقطاع الصحة. قطاع الصحة ما يقدر يكون يعود اهتمامنا كاملين، اهتمام قاع الناس منا اللي ما هي مترشحة، واهتمام الناس اللي ما هم مترشح يا غير كمواطنين. ما فينا اللي قد يتغافل والله يعطي القطاع الصحة اهتمام دون الاهتمام اللي لايق به واللي لايق بذلي يا لطرة كاملين نعودوا نتمناه على نعود فيه قطاع الصحة بالنسبة لبلده. من هذا المقام أشكركم، أشكركم كثيراً، أشكركم شكراً يناسب حجم تضحياتكم، حجم تضحياتكم من أجل شعبكم ومن أجل وطنكم. اللي نقدر نأكد لكم اللي أعلني معاكم مهتم بتطوير القطاع ومهتم بتنميته ومهتم بنجعلوه كاملين، نجعلوه ذيك كاملين خاصة نقولها به اللي أنا كمترشح وفي حالتي انتخبت كرئيس ما نقد نجعله في ذا المستوى اللي تطمحوا له ونطمح له أنا معاكم، يكون بمساعدتكم كاملين. ونقد نأكد لكم على أن اللي ترى يخلق في ذاك التطوير اللي نطمحوا له كاملين لا يعدل إلا بكم ولا يعدل إلا معاكم. أنا اطلعت على ذيك الوثيقة الكبيرة الهامة جدا اللي تسميتوها منتدى النخبة، وخصصت من هذاك اللي يعني الصحة القطاع الصحة، تصفحتها وقريتها أكثر من مرة واطلعت على محتواها، ومأكد لكم على أنه متوافق معاكم على أنه ظاهر على أنه نتاج عمل جدي وجاد وأهله طموحين ويبغوا بلدهم ويختاروا ذا القطاع ينهضوا به. أنا مستعد أن أنهض معاكم.